تركع الجزائر في أقل من 24 ساعة. أقل من 24 ساعة كما كتعرفوا على أن النظام الجزائري خرج قبل أيام ببيان رسمي كيأكد فيه على أن الجزائر قطعت علاقتها بإسبانيا وعلقت اتفاقية حسن الجوار الموقعة تقريبا منذ سنة 2002. هذا الشيء طبعا بسبب اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد ورسمي لقضيتنا الوطنية. اللي بغيت نقول لكم على أنه كاين تناقض أولا، لأن الجزائر كتعتبر نفسها ماشي طرف في النزاع، وصرحت أكثر من مرة على أن نزاع الصحراء المغربية هي ماشي طرف فيه. وبالتالي بغينا نتسائلوا معاه ملي هي ماشي طرف في النزاع وكتعتبر على أن النزاع ينحصر فقط بين المغرب وجبهة البوليزاريو، أش داها تعاقب الجزائر إسبانيا أو تتاخذ موقف من إسبانيا؟ أنت ماشي طرف النزاع، وإسبانيا وأي دولة من دول العالم بغات تتاخذ موقف إزاء قضيتنا الوطنية هي حرة، هذه سيادة الدول، أنت ماشي طرف النزاع. ومع ذلك فين حكك الحبل؟ الاتحاد الأوروبي خرج البارح لنصرة إسبانيا وتدعيمها، وقال على أنه سيتخذ إجراءات قوية وصارمة ضد الجزائر باعتبار على أن استهدفت عضوا في الاتحاد الأوروبي وهو إسبانيا. الناس ما كتلعب، الناس اللي عندها تكتلات والناس اللي عندها مصالح اقتصادية، وماشي إسبانيا حيت قصير غتقطع انت مع العلاقة ديال حسن الجوار والعلاقات التجارية. وفات الأخبار هنا تيا، إذا كان الاتحاد الأوروبي هنايا النظام الجزائري طبعا تخلع وشدت الرعدة، وكنقولوا واحد المثل عندنا بالدارجة، ما تهديني نتقد. يعني ملي شربتي حليب السباع شي يومين هادي ولا ثلاثة وقطعتي العلاقات، اليوم هي حليب الضباع ولا حليب ماذا ولا حليب الذيوبة، رجع داك الشيء. اش وقع بالضبط؟ اللي وقع على أنه النظام الجزائري ومن خلال السفير ديالو، لاحظوا معي، ومن خلال السفير ديالو الاتحاد الأوروبي خرج البارح وتبرى من قطع العلاقات مع إسبانيا، وتبرأ أيضا من قرار وقف تصدير أو الاستيراد أو التصدير مع الإسبان، وأن داك الشيء كامل تقريبا غير إشاعات، رغم أن البيان والقرار كاينين وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وهناك وثائق تؤكد ذلك، وما كان جايبوش شي حاجة من عندنا. وقالت الجزائر على أن داك الشيء كامل داروا لا المغرب اللي دار من مصيبة كحلة، راه المغرب بالنسبة للجزائر إذن. والله العظيم أنا كنقوله وكنأكد على أنه إذا ظلت الجزائر بهذا المنطق فالمغرب غادي يسطيها، لأنه حتى قطع العلاقات مع إسبانيا السبب فيه المغرب. أنت كتقولي ما عندك علاقة بالنزاع، إذن مالك مع إسبانيا تعترف أو لا تعترف؟ هذاك السوق ديال إسبانيا ماشي السوق ديالك أنت. هذا الشيء كامل طبعا تراجع ديالها خوفا من العقوبات اللي يمكن يصدرها أو يصدرها الاتحاد الأوروبي اللي يقدر يدير حصار على الجارة الجزائر، ويقدر يرفع دعاوي قضائية على رموز النظام اللي طبعا مسجلة ضدهم دعاوي قضائية من التعذيب ومن غيره من ناشطين جزائريين في الخارج. أجو دابا نشوفوا الفرق بين الجزائر والمغرب، وهنا اللبيب بالإشارة يفهم الفرق بينهم على أن المغرب بالرغم من المشاكل الداخلية ديالو إلا أنه نعترف على أنه كاين دبلوماسية قوية جدا كيقودها صاحب الجلالة، وهذا الشيء بان في الأزمة ديالنا بين المغرب وإسبانيا اللي كانت أزمة واستمرت لمدة 16 شهور وتقطعت فيها العلاقات، جميع العلاقات الدبلوماسية، يمكن سحبنا حتى السفير، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا إزاء المغرب، بل طالب بجلوس إسبانيا والمغرب إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لهذه الأزمة. والحمد لله الأزمة تحلت، ورئيس الوزراء الإسباني اعترف بالحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع المتحل في الصحراء المغربية. وهذا الشيء كيبين الفرق الكبير ما بين المغرب والجزائر في تدبير الأزمات الخارجية، والفرق كبير بين من يحكم هنا رئيس الدولة في المغرب ورئيس الدولة في الجزائر والكبرانات في الجزائر والجنرالات في الجزائر اللي كنقولها وكنأكد على أنهم شابوا وخرفوا. احنا كنقولوا وكنأكدوا ما عندناش مشكل مع الجارة الجزائر ومع الشعب الجزائري، دائما كنأكد عندنا مشكل مع الكبرانات اللي كيتدخلوا في الشؤون الداخلية ديالنا وما هم لاعبين ولا هم خلين من الناس تلعب.
بحال داك حسد الوراثه كما كنقولوا. انتوما ماكم طرف النزاع، ولكن ايضا اي واحد بغى يتاخذ موقف لصالح المغرب كتجيو توقفوا ضده. انت مالك سيدي، مالك طرف النزاع؟ خلي العالم كامل يعترف بقضيه المغرب الوطنيه الاولى ويأيدها ولا ياكدها. انت ماشي مشكل ديالك، دخل سوق راسك وديها في راسك. وكنقولها وكناكدها لك كما كيقولوا الاولين، كون سبع وكني، كون غير سبع وكني. لا تاخذتي موقف، تاخذ موقف، قطعتي العلاقات مع اسبانيا، قطع العلاقات مع اسبانيا، وبقى مصر على قطع هذه العلاقات. ماشي اليوم تقطعها وغدا ترجع وتنفي وتخرج بيان ولا تقول داك الشيء غير لعب الدراري. السياسه الدوليه ما فيهاش لعب الدراري، والقضايا المصيريه اللي اي بلد، او القضايا الاستراتيجيه لاي بلد ما معهاش اللعب. وكنقولها لكم كنكدوها لكم، قضيه الصحراء المغربيه قضيه استراتيجيه بالنسبه لنا وبالنسبه للمغاربه وبالنسبه للحكومه المغربيه وللدبلوماسيه المغربيه، وهي خط احمر نلعبوا معاكم في كل شيء، نتكلموا في كل شيء، ندابزوا هنايا، نطاحنوا هنايا، نحرقوا الكامله ديالنا. ولكن عندما يتعلق الامر بالقضايا الاستراتيجيه كنقول لكم حدكم تما، حدكم تما الكلام. الى وصل مولانا، الى الحق مولانا، يعني الى الحق الله كيوقف. حتى نحن عندنا الى الحق الكلام من جارة الجزائر، الحق جلالة الملك ولا الحق الوحدة الترابية، كنقول لكم ستوب باسطة، وقفوا تما. تحياتي لكم والسلام عليكم.